عبدو أنبوبة اسم عادي جدا ممكن تسمعه في مصر كل يوم وبدل المرة 1000 مرة، بس تبقى ماشي في البرازيل وتلاقي حد بيسألك أروح شارع عبدو أنبوبة ازاي؟ يبقى ده اللي غريب وراه سر اكتشفه واحد مصري عشان ينقل للعالم كله قصة راجل اسمه عبدو أنبوبة. مش كتير مننا يعرفه، بس في البرازيل طلع مشهور. فيا ترى ايه حكايته؟ عبدو أنبوبة قصة ولا في الخيال، بس شوارع البرازيل تشهد إنها حقيقية، وبطلها اسمه محمد عبد السلام أمين، المواطن السوري اللي سافر البرازيل سياحة سنة 1900، يعني قبل 123 سنة تقريباً، راح يغير جو في البرازيل ويستمتع بالطبيعة والثقافة هناك، وخصوصاً إن البرازيل مشهورة عالمياً بجمال الطبيعة، وخصوصاً لو هتتكلم عن غابات الأمازون واللي عايش فيها طيور وحيوانات غريبة ومش هتلاقيها في أي حتة تانية في العالم، وكمان شعبها مرح جداً وبيحب الاحتفالات طول السنة. ومن الواضح كده إن البلد دخلت دماغه وعجبته جداً، وعشان كده أخد أهم قرار في حياته وهو الإقامة الدايمة في البرازيل. بس الأغرب الشغلانة اللي اختارها علشان يعرف يعيش، لأنه في البداية اشتغل في تجارة القماش، بس بعدها بفترة اختار الأنابيب، ومن هنا بدأت قصة عبدو أنبوبة. ساعتها كل الناس في البرازيل بيولعوا النار بطرق مختلفة، وده اللي شجع محمد عبد السلام أمين عشان يفكر ويسأل نفسه ليه ما يكونش أول واحد يدخل الأنابيب البرازيل. وفعلا بدأ في صناعة وتوزيع اسطوانات البوتاجاز والأنابيب في البرازيل وفي قارة أمريكا اللاتينية كلها، وعشان يضمن انتشار الفكرة وإنه يبيع أكتر عين في كل مدينة وولاية مندوبين عنه، وواحدة واحدة بقى من أشهر الناس في منطقته. بس تستغرب أكتر لما تعرف إيه اللي رجع قصته للحياة من تاني وعرف الناس بيه، لأن السر في كده واحد مصري اسمه محمد يوسف درويش. أبوه أمه مصريين، بس هو اتولد في البرازيل، ولما بقى عنده 9 سنين رجعوا على مصر عشان يكمل تعليمه. فعلا درس في مصر لغاية ما تخرج من كلية الهندسة عشان يسافر على طول للبرازيل ويبدأ شغله في السياحة. هناك اتعرف على واحدة برازيلية من أصل سوري عشان يتجوزها ويعرف منها حكاية جدها محمد عبد السلام أمين، السوري الغريب اللي وصل البلد وكبر صناعة الأنابيب فيها وكان بيوزعها على الفقراء والمحتاجين. ده حتى اعتمد طريقة جديدة لبيع الأنابيب، وعشان ينبه الأهالي إن عربية الأنابيب وصلت للي عاوز يشتري، استبدل طريقة الخبط على الأنابيب بالمفتاح اللي كلنا عارفينها بجهاز موسيقى هادية بيحطه في عربيات التوزيع، ولما الناس تسمع الموسيقى تعرف إن الأنابيب وصلت من غير أي إزعاج. وبسبب حسن معاملته مع الناس والشغل بضمير، الأهالي في البرازيل قررت تشكره وسموا شارع باسمه في واحد من أرقى الأحياء بمدينة ساو باولو، واشتهر الشارع باسم عبدو أنبوبة، وده الشارع اللي ساكن فيه المصري محمد يوسف دلوقتي مع عيلته، وبيحاول يخلي قصة عبدو أنبوبة دايما حية والناس عارفينها عن طريق تنظيم دورات رياضية ومسابقات باسم عبدو أنبوبة عشان الناس تفضل فاكرة إن في مواطن سوري عربي وصل البرازيل في يوم من الأيام وكان ليه الفضل في تحسين حياة الناس. انت بقى تعرف حد مصري أو عربي سافر بره وعمل فرق زي عبدو أنبوبة؟